مرحبا يا تالت، كيفكم؟ اليوم الثلاثاء والتاريخ 6/12. امبارح اخذنا قراءة تفسيرية لدرس ابن بطوطة، واليوم بدنا نكمل حل التدريبات. اليوم بدنا ناخذ صفحة 81. يلا يا حلوين افتحوا كتابكم معي صفحة 81، بدنا نبلش. طالب منا السؤال: أصل التركيب في العمود ألف بما يقاربها في العمود باء من معنى. بدنا نشوف وين أقرب معنى لهاي الكلمة. واحد أوسعهم شهرة، إيش أقرب كلمة لأوسعهم شهرة؟ واجهته المشاكل ولا الأعمال الغريبة ولا أكثرهم سمعة ولا زار البلدان؟ ممتازين، أوسعهم شهرة أكثرهم سمعة. يلا وصلوا معي يا حلوين، برافو عليكم. جاب الأرجاء، شو معنى كلمة جاب الأرجاء أو كلمة قريبة منها؟ حكينا كلمة جاب زارة، الأرجاء معناها البلدان من ورقة القراءة التفسيرية. يلا برافو عليكم، وصلوها جاب الأرجاء مع زار البلدان، ممتازين. غرائب الأعمال، حكينا مبارح معنى كلمة غرائب الأعمال العادات، الأعمال الغريبة، ممتازين، وصلوها، برافو عليكم. وضايل عنا تعرض للمهالك، معناها واجهته المشاكل. يلا وصلوها يا مس. هي التوصيل كمان مرة، وهلأ منوصلهم على الكتاب وبصور لكم إياه، تمام؟ يلا يا مس، احنا صفحة 81 أخذنا أوسعهم شهرة أكثرهم سمعة، جاب الأرجاء زار البلدان، غرائب العادات الأعمال الغريبة، تعرض للمهالك واجهته الأخطار. طيب يا تاني تالت، خلونا نكمل السؤال التالي. أصل ما في العمود ألف بما يتمم معناه في العمود باء، في كلمة بدنا نكمل معناها. يحفظ الطلبة الأقطار للأخطار، الانتظار الأشعار. يحفظ الطلبة الأشعار. تعرض المسافر الأقطار للأخطار، الانتظار. تعرض المسافر للأخطار. يجول الرحالة في الأقطار، الانتظار. يجول الرحالة في الأقطار. يلا وصلوهم يا تالت، برافو عليكم يا مس. يلا يا تالت، خلينا نكمل صفحة 82، تمام؟ أكمل على نمط المثال. سفر أسفار، سفر مفرد، أسفار جمع. شو نوعها من الجموع؟ كلمة أسفار هل انتهت بواو ونون أو ياء ونون؟ لا، معناها مش جمع مذكر سالم. هل انتهت في ألف وتاء؟ لا، معناها مو جمع مؤنث سالم. الكلمة اللي بتكون بزيادة أحرف أو نقصان أحرف بيكون جمع تكسير، برافو عليكم. سفر كانت ثلاثة حروف، صارت أسفار خمس حروف، من ثلاثة لخمسة زيادة أحرف، إذن هي جمع تكسير. خطر، شو جمع كلمة خطر؟ أخطار، برافو عليكم. أولاد، أولاد جمع، مجموعة الأولاد، أعطوني مفردها. ولد، ممتازين، برافو عليكم. خبر، أخذناها مبارح بالدرس، شو جمع كلمة خبر؟ أخبار، برافو عليكم. أعمال، شو مفردها؟ بدي واحد، شو بنحكي عنه؟ عمل، ممتازين. سفر أسفار، خطر أخطار، ولد أولاد، خبر أخبار، عمل أعمال، ممتازين. املأ الفراغ في الجدول على نمط المثال. رحلة، رحلة مفرد، رحلات، رحلات انتهت في ألف وتاء، هذا جمع مؤنث سالم، برافو عليكم. اكتبوا جنب السؤال ماما عشان تميزوا. طيب عادة، شو جمع كلمة عادة؟ عادة، انتهت في ألف وتاء،
مغامرات، مغامرات جمع بدي مفردها اللي بتدل على واحد. مغامرة ممتازين، مغامرة. غابة، شو جمع غابة؟ غابة. برافو عليكم. زيارات مفردها زيارة. برافو عليكم. هاي كانت حصتنا لليوم الثلاثاء يا صف ثالث اللغة العربية. بتمنى انه كلياتكم تحضروا الفيديو وتكتبوا على الكتاب، وبكرة ان شاء الله بنصلح الكتاب، ويعطيكم ألف عافية.